هذا جرى يبيع، حطيناه التراب له اسبوع ما شاف التراب. خل نشوف شو يسوي الحين. التراب ضروري للكائن الحي، سبحان الله. نباتات، الإنسان، حيوان. شكله ما مصدق. ما تقدر تحفر جحر يا جريبيع، ما تقدر. بس عشان تمرغ فيه، تفرغ شحناتك، جحر ما فيه. سبحان الله الغريزة، ما عمره حفر كذا في البيت، لكن مجرد ما لمس التراب بدي يحاول يحفر. جيب الهاكل يا جوان، راح جيب الهاكل. شاطر. طيب هو يقدر يحفر الجحر؟ يقدر يحاول يحفر جحر بس ما يقدر، ما في جحور هنا. جيب الهاكل نعطيه. نبل. عادي عادي. باب بس انصك. كمل كمل. ايوه سبحان الله العظيم، وش حركة الشيوة ذي؟ ايه يبرح مكان. الله اكبر، اصبر بس كذا، بس خلينا نكلمك يا ابو، خلي يكمل بس. شوف حفر يحفر صح؟ دقيقة، هي هو يحاول يحفر، أنا بس كذا يلعب هالتراب. خلاص ضبط مكان الحين. ارفع راسك. ها تنام. اعطاني مقفاه يا ولد. ابي اركض خلاص. تعطيها اكل؟ جرب حطها كذا عند الشيف وش يقول. هاتي أكل، تبي أكل إيه؟ هاتي تحت أفكه. لا ارفع شوي، خليك كأنك شجرة. أيوة كذا. تعال خلاص، خله خله خله، رجال بيرقد. خله خله هل تحت الجراب؟
خلي عنده، بس خلي عنده فك. انا حط كل البكنار الشنا. اي حط حط البقدونس عنده.